كان ممكن نكمل بالشكل ده؟ ما هو في ناس تقول لك انا معلش خليني هسألك ممتاز أسئلة السؤال ده. المواطنين العاديين، طب ما احنا كنا عايشين، ما احنا كنا كويسين وقبل 2010 الدنيا كانت زي الفل وما كانش فيه اي حاجة، اشمعنا دلوقتي قامت الدنيا ان احنا لازم ما يبقاش البنزين مدعوم او المحروقات عموما مدعوم؟ السؤال ده ممتاز. اللي حصل كالآتي، ليه وكان ايه اللي هيحصل لو انا ما كنتش بدأت احرك الاسعار وابتديت اظبط قيمتها لمستوى التكلفة بتاعتها؟ اللي حصل كالآتي، طول ما انا قادر ان انا اوفر هذه المنتجات سواء من الانتاج المحلي او من الاستيراد، وهو احنا مع بعض حكومة ومع وزارة المالية نعمل تسويات ورقية، ماشي الحال. انما لما توصلي حضرتك لمرحلة ان توصل مديونيات للشريك الاجنبي 6.3 من 10 مليار جنيه دولار، دولار انا اسف، 6.3 من 10 مليار دولار، و ويتوقف عن الاستثمار، ده الف ب اقتراضي من البنوك علشان خاطر اقدر اغطي المصروفات المحروقات اللي انا بستوردها من الخارج علشان البي نداء السوق، توصل النهارده لحوالي 350 مليار جنيه. يبقى انا احط كميه القروض بتاعتي والتسهيلات ومديونياتي على الشريك الاجنبي توصل النهارده ل 475 مليار جنيه، اكمل ازاي؟ فطول ما انا كنت قادر استلف وقادر اكمل كانت اهي ماشيه وبتعمل تسويات، لكن هل هي دي الكفاءه في الاداء؟ هل هي دي المنظومات بتتحاسب بالطريقه دي ويبقى التسويات تبقى تسويات ورقيه؟ طبعا لا. بس انا كمان عايزه افكر الناس بحاجات تانية. احنا بننسى سيادة الوزير، بننسى طوابير طويله ما انا جاي على اهو. البنزين، مظبوط بننسى انقطاعات الكهرباء مظبوط. لساعات طويله، ده كله كان نتيجه عدم قدره ماليه على الشراء. تمام، دلوقتي الكلام ده احنا وصلنا له في 13 14 في اواخر سنه 13 وصلنا لرقم 6.3 من 10 مليار دولار مستحقات الشريك الاجنبي. في نفس الوقت يمكن كلنا متذكرين طوابير محطات البنزين وازمات المتجاز اللي كانت متكرره في كل فصل طبعا شتاء، في كل فصل احنا كان شتاء عندنا مواسم ستوري الاعياد مشهوره بتاعت مشهور، كل شتاء بتاعت وهو الانبوب المتجاز. تطلعوا حضراتكم تقولوا هو انتم ما كنتوش عارفين ان في موسم شتاء؟ هو انتم اتفاجئتوا ان في نوة؟ فاكر حضرتك صح الكلام ده؟ طبعا. احنا بقى لنا النهارده الحمد لله 3 سنين او 3 مواسم شتاء ما حصلش هذا الكلام. كذلك نسينا النهارده انه الكهرباء ما فيش بتقطعش كهرباء ما الحقيقه. بتتقطعش. الناس نسيت طوابير السولار، لو حضرتك تفتكري اللي كانت عربيات النقل واتوبيسات المدارس لما كانت بتقول الحقونا احنا عايزين نودي الطلبه المدارس ومش لاقيين سولار. منتجات بصفه عامه، الغاز زي ما حضرتك قلتي وانقطاعات الكهرباء بالاضافه الى الجزء اللي انا ذكرته فيما يتعلق بكفاءه محطات الكهرباء في وقت سابق. كل ده بيحتاج فلوس، كل ده بيحتاج استثمارات، وبيحتاج ان احنا كمان نبقى قدام الشريك بتاعي الاصيل اللي هو شريكي في الاستثمار في قطاع البترول، الراجل اللي بيستكشف معايا وبينقب وبينتج لازم ياخد مستحقاته، والا هو يعني مش شغال من غير عائد، لازم يبقى له عائد وياخد فلوسه. لما حصلت هذه المديونيه وارتفعت لهذا القدر هو احجم عن الاستثمار، ويمكن كنا بنشرح وقت لما كنا بنفتتح المرحله الف من مشروع شمال اسكندريه انه التاخير في افتتاح هذا المشروع ادى الى الانقطاعات الكهرباء وادى الى ان احنا بدانا نستورد غاز طبيعي مسال نتيجه انه احنا ما طلعناش المشروع في وقته. دي كلها معلومات او حقائق لازم نقولها لان دي بتتكلم على الاستدامه. احنا النهارده هاجل القرار اسبوع اسبوعين شهر اتنين، لكن لا محاله لازم اواجه الحقيقه.